شاري العازبي، السلام بالمسطره والقلم الى محمد دحام. محمد دحام استلام خاطئ في البدايه، يرجع ويعوض، يستلم ويهيئ الكره العرضيه، ولكن انقاذ من علي فورد، دينيس سوجا، الله، جول محمد عبد الهادي، جول، هدف اول في هذه المباراه، ارتباك دفاعي لعلي فورد، يسجل ويستغل محمد عبد الهادي المجتهد بتقدم الهجومي. شوف الكرة العرضية، علي فورد أبعدها، ارتبك فيها مرة ثانية، الله ارتبك فيها كاملان دونو، وهذه الكرة مرة أخرى محمد دحام شالها، كاملان دونو إبعاد خاطئ، ارتباك بين الثلاثة، علي فورد، كاملان دونو وجيمس أكواسا، يستغل دينيس سيسوجا، تسديدة ممتازة، قلنا عنه بأنه مشاكس ومتحرك، أحمد دشتي أنقذ الموقف، محمد عبد الهادي يتابع الكرة في المرمى الخالي. أول أهداف هذه المباراة، مباراة باينة من البداية، الكتاب باين من عنوانه، من بداية هذه المباراة فرص ومحاولات لكل الفريقين. الكرة العرضية تنقطع، عدي الصيفي، تسديدة، الله، وياه ياه ياه يا شوفة، ضاعت من ناصر سالم، الأولى من كاملان دونو، القائم يقف أمامه هذا النجم التوغولي، والله عملاق في وسط الملعب، لاعب متكامل في نص الملعب، دفاعا هجوما استلام وتحرك، لياقة بدنية، شوف التوقيت، وجوده، تحضيره، تحضيره واستعداده، ما فيها تسلل، لحظة الكرة ما كان فيها تسلل نهائيا، لو حاطها جول راح ترجع بالفار، فرص محققة للشباب في اللقطة الماضية وهذه المباراة. محمد عبد الهادي، ممكن ممكن ممكن، والثاني، يا سلام، محمد دحام، محمد دحام في الهدف الثاني، محمد ومحمد، محمد عبد الهادي يحضر لمحمد دحام اللي حطها بالجول في الهدف الثاني لنادي النصر في هذه المباراة. إذن عنوان هذا الشوط الأول، الشباب يهاجم، الشباب يسيطر، الشباب أخطر، النصر أفضل، والنصر فعال أكثر، والنصر يسجل الأهداف في المرمى الخالي، في المرتين يسجل الأهداف في 6 ياردة في المرمى الخالي، مرة من محمد عبد الهادي ومرة من محمد دحام، 2-0 للنصر، والله نتيجة ما تدلك على مجريات المباراة، الفريقين متقاربين تماما من ناحية الأداء،